اتفضل يا موسى. السلام عليكم وعليك السلام، اتفضل. شيخ وليد، يعطيك العافية. حياك الله. سؤال بسيط. احنا عندنا سؤال هنا النهاردة، نعم، لماذا لم تذكر إمامة علي بن أبي طالب صراحة في القرآن؟ وهو أفضل من الأنبياء والمرسلين، وله قوة خارقة، ويعلم الغيب والآية الكونية، ويتحكم في ذرات الكون، ويحيي ويميت، وإلى آخره. لماذا لم تذكر إمامته في القرآن الكريم؟ وعلى فرض أنها لم تذكر، هل تسقط؟ طبعا، يعني كيف هو أساسا أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين ويتجاهله القرآن؟ القرآن أحال الأمة على النبي صلى الله عليه وآله احنا وسلم، ما بنتكلم عن النبي قال ما صلى الله أتاكم عليه وسلم الرسول. الآن، نحن لا نتكلم عن النبي. نعم، يعني تخيل لو أن أبا بكر الصديق كده عنده تحكم في ذرات الكون، ويحيي ويميت، نعم، تمام، وله ولاية كونية، ونحن أهل السنة والجماعة نقول أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك أبو بكر الصديق لا يذكر، أو لا تذكر خلافة أبو بكر الصديق في القرآن الكريم. والله ما يجي لنا وش نتكلم إحنا أهل السنة والجماعة. نعم. هلا بما يعني تقولون بأنه ولاية علي لم تذكر في القرآن الكريم، يعني نحن نعتبر أنه القرآن الكريم كان ساكتاً عن الخلافة والولاية وآلية تنصيب الخليفة بعد النبي، صح ولا لا؟ لا، القرآن الكريم لم يكن ساكتا. القرآن الكريم وأمرهم شورى بينهم، دي قصة تانية، ولكن أنا بكلمك على المواصفات التي وضعتموها في أهل نعم، بيت النبي صح. صلى الله عليه وسلم، فلماذا الله عز وجل تجاهلها؟ يعني شخصية علي بن أبي طالب الله عز وجل يضع في القرآن الكريم ما دون علي بن أبي طالب، صح، ولا صحيح، يذكر علي بن أبي طالب؟ صح. هلا العلماء بيقولوا انه ولاية علي هي اختبار وامتحان للأمة. حبيبي انا ماليش دعوه بالعلماء، العلماء دول نعم، بيحاولوا يرقعوا الكلام، بيرقعوا الاحداث، لكن انا ماليش دعوه، انا بتكلم دلوقتي بكل صراحه. يعني دلوقتي لو قلت لك ما هي اركان الاسلام عندك؟ أركان الإسلام هي التوحيد والنبوة والمعاد. حلو، دي اركان الايمان على فكره. اركان الاسلام الشهاده. نعم، هي أركان عندنا نحن، الأركان اللي تربينا عليها يا باشا، واللي أركان الإسلام، علمونا بني هي الإسلام على كام عندكم؟ هذه الأركان اللي ذكرتها. عفوا، بني الإسلام على إيه عندكم؟ بل خليني أطلع لك الروايات. بني الإسلام، ما في أفضل أنت عن أنه ما نودي بشيء كما نودي بالولاية. يعني لو إحنا قلنا بني الإسلام على خمس، الشهادة صح؟ نعم وإقام نعم الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، صح؟ وما صح نودي بأعظم من الولاية، صح؟ صح حلو، كم ركن من هذه الأركان أتى في القرآن الكريم وهناك ركن واحد لم يأتي في القرآن الكريم اللي هو إيه؟ الولاية. طب لماذا بقى؟ ما أنتوا بتقولوا ما هو ما نودي بأعظم من الولاية، يبقى ازاي الصلاة وهي اقل من الولاية تذكر في القرآن الكريم وفي آيات عدة، والصوم كذلك، والحج كذلك، تمام، والزكاة نعم، كذلك، ولم يذكر الأهم منها ألا وهي الولاية؟ تلميحا وليس تصريحا يا باشا ما فيش حاجة بشكل اسمها عام، تلميح إنما وليكم الله. يا باشا، نعم، هو انت واقف على الإمة بتغمز البيت وهي ماشية يا باشا؟ مفيش حاجة اسمها نرجع تلميحا شوي. وتصريحا، دي حاجة، ده مفترق طرق. نعم صح. هلا نحن الكلام يعني كرد على الشيء اللي تفضلتوا فيه، انه اذا شيء لم يذكر في القران لا يسقط عن الاعتبار ما دام القران احال الامه الى النبي. يا باشا ما في، يا باشا الله هذا يبارك في عمرك، اعتقادك. يعني انا عايز اقول لك حاجه، عميد في كليه، قول لي العميد ده نعم عاقل ولا ليس بعاقل؟
حب يعمل لوحة شرف، تمام؟ نعم. فاختار كل المتخرجين من الكلية من قديم الأزل، ولم يضع فيها الرجل الأفضل منهم كلهم جميعا. تقول ايه على عميد الكلية؟ هذا خلاف الحكمة. طيب، يبقى الله عز وجل يأتي بأنبياء ورسل. أقل درجة عندكم من علي بن أبي طالب يأتي بأسمائهم وأفعالهم، ولا يأتي بفعل علي بن أبي طالب كمان التي ستختلف عليه الأمة؟ نعم. أنا برجع للعلماء. تفضل. ماذا قالوا؟ قالوا بأنه أولا هو بلا امتحان الأمة كانت بولاية عليه، ثانيا وشيء أنتم ذكرينه قبل بمناظراتكم وبكلامكم، أنه لأنه الله عز وجل أراد للقرآن أن لا يحرف فقط، يعني لم يذكر ولاية أمير المؤمنين، لربما لو كان ذكرها صراحة كان حرف القرآن. حلو. يعني أنت تريد أن تقول أن الله عز وجل خشي أن يذكر اسم علي أو يذكر اسم علي في القرآن الكريم فيتعرض القرآن الكريم للتحريف، صح؟ لا، الله عز وجل خشية الله مش مثل خشية البشر. أيوه ماشي، يعني الله عز وجل خشية أن يذكر اسم علي بن أبي طالب في القرآن الكريم حتى لا يتعرض للتحريف، صح؟ فينا نقول هيك، يعني هو وجود اسم علي بن أبي طالب في القرآن سيكون عرضة لتحريف القرآن، صح؟ فلما الله عز وجل لم يذكر اسم علي بن أبي طالب فهو بذلك حافظ على القرآن الكريم من التحريف، صح؟ صح. إذن كل الروايات التي تقول بتحريف القرآن عندكم كذبة، والذي يروج لها كذاب، صح؟ نضرب بها عرض الجدار، عندنا قاعدة نحن، ما خالف القرآن فاضربوا بها عرض حلو. الجدار. يعني أي إنسان يقول أن القرآن ناقص آيات عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذاب أشر. صحيح. قال هذا الكلام المجلسي، وقال هذا الكلام صاحب قاله؟ الكافي، وأورد ذلك. نعم. الكلام الفيض الكاشاني. الفيض الكاشاني، نعم. ولكن هذا لا يعبر عن رأي الشيعة. يا باشا، مش أنت اللي بتقول العلماء اليوم يقولون بصيانة القرآن من يا باشا، أنا ما بتكلمش عن علماء اليوم، ما علماء اليوم دول أخذوا من علماء أمس. نعم. أنا عموما أنت طيب وشكرا لك.